الأحزان وقلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. كما بدأنا بالقرآن نختتم بالقرآن مع قارئ علم كبير من أعلام دولة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي نسعد به في هذا الأسبوع مرتين، الأولى في هذه الليلة في الأمسية الدينية المسجلة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم في الساعة 9:15، ونسعد به أيضا في فجر الجمعة القادمة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم. أقول له دائما وأبدا تشتاق قرية قرنشو مركز بسيوم محافظة الغربية بفضيلة القاري الدكتور عبد الناصر حرك ليحيى جميع لياليها، فإذا جاء إليها الدكتور عبد الناصر حرك فكأنما طلع البدر فيها ينشر نوره في كل مكان ويضيء جميع نواحيها، يتلو آيات الله بكل خشوع لأنه يفسر كل معانيها، تأتي إليه القلوب العليلة لعلها تسمع قرآنا يشفيها. ومن لها بعد ربي إلا الدكتور عبد الناصر حرك يداويها. رضي الله عنك يا شيخ حرك وأدخلك الجنة لتسكن فيها، جنات عرضها السماوات والأرض طابت وطاب بانيها. ولا أقول هذا الكلام مجاملة لفضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، ولكن لغة الكلام كما ذكرت على فمي خجلة، ولولا الحب لم أتكلم فيها. آيات مسك الختام فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاء كان عليما حكيما. حاضر حاضر اهدوا علينا. مش حاضر حاضر بقول يا مسيح بقول يا هادي. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. وما تشاءون إلا الله.
من يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة 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 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة 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 لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها.
والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء الكبرى والله يا زلمة قدامنا كذا طلب احنا عشان حاضر كذا طلب انا مش عارف مش دعوة زيادة النفس ما يش دعوة العايز كلها بناس ان شاء الله الله مستعان يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. والله الطلبات كترت كده قوي، انا نقول ايه ولا ايه ولا مش عارف، وما يطلبه المستمعون ولا ايه؟ كل قران والله، كل واحد طالب طلب، انا مش عارف عبد مين ولا مين. امورنا حاضر حاضر عينينا. حاضر حاضر نتاول شوية. حاضر وانت تشوف عليك والان وصل فيه. نعم وصل فيه. هو دلوقتي داخل على برنا. حاضر خلاص ماشي ان شاء الله الحال. بسم الله صلوا على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت يا أيها
الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها وأنت حل بهذا البلد ووالد وما عاد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا رحمه الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. الله أكبر. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين
لسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامح حضراتكم ملك المقامات ومحرك القلوب والأكثر شعبية دولية عالم كبير من أعلام دولة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والذي سنصعد به إن شاء الله تعالى بعد 5 دقائق من الآن في الأمسية الدينية المسجلة إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق مشاركة مع الهندسة الصوتية الشركة الكهربائية الكبرى قصور الضيافة المتنقلة تحت إدارة حب السيد حماد مقيمين بقرنشو
مشاركة مع علماء مصور الحفلات الدينية البشمهندس إبراهيم عوض علماء مصور الحفلات الدينية. أسرة الفقيد الراهي الحاج سليمان عبد الله الأقرع، تقدم أسرة المرحوم الحاج سعيد سليمان الأقرع عمد القرنش والحاج فرق سليمان الأقرع، أستاذ عبد الفتاح سليمان الأقرع الأستاذ أحمد سليمان الأقرع، تقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. كان معكم من أسرة المذيعين الإعلامي يحيى أبو حسين مقدم البرامج الدينية والمقيم بمدينة الصنطة الغربية. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله.